بصارة براجة بصارة أهلين أختي، مين حضرتك؟ أنا بصارة وبشوف بالحظ والنصيب. لا يسلموا، ما بحب هيك شغلات. لا لا اسمعي مني، جربيني والله بعرف لك كل شيء عن حظك ونصيبك، وإذا ما عجبك لا تدفعي لي مصاري. ايه فوتي لك. يلا السلام عليكم. اهلين اهلين باخي ابو سليم، كيفك؟ والله الف الحمد لله. صار معك شيء؟ شو لك شبك؟ لا تاكل هم، قلت لك انا رح دبرك، خلص انا رح لاقي لك حل. تفضلي امسلي. ايه لا طلعت ايدها واطف، مين في عند البنت عم تقول له بعد عني؟ يو كبري حالك يا امسلي، مين بده يكون في عندها؟ عادي عادي اشربي قهوتك، البنت عم تكابس. ايه لا ما بصدق لفوت شوفها بعيني. عم تكذبيني يا ام سليم؟ لا اعوذ بالله ما عم كذبك، بس يعني بدي اطمن عليها، البنت رح تصير كنتي. يو مين في عندها؟ لك قلت لك ما في عندها حدا، عم بتكوبس. والله العظيم رح موت رعبلك اخي، قلبي عليك مثل النار. لك ليش خايفة؟ ما بصير غير اللي ربك كاتبه. أمانة يا أخي دير بالك على حالك، والله بموت إذا بصير عليك شيء. لك ليش هيك عم تحكي؟ لأنه أنا وأنت منعرف إذا بتنلقيت ما عاد تطلع منا بنوب، ومنعرف كمان إنه إذا منقول له لأ لمهيوب ما بيطلع علينا الضوء، صح ولا لا؟ دعيلي الله يحميك يا رب.